الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بنعم عظيمة جليلة القدر، وأكرم الله سبحانه وتعالى الخليقة كلها وأنار لها بنور من السماء، وجعل مشعله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينير لمن أراد الهداية ووضوح السبيل، ينير له طريقة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشعله الذي بين يديه الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وذلك أن الله جل وعلا بين الحجة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح المحجة، فكانت هداية للمهتدي، وكانت أيضا غواية لمن أراد الغواية. كانت أمة العرب قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء، يقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، تستضعفهم الدول ممن حولهم فيستبيحونهم ويصومونهم سوء العذاب، وينظرون إليهم كأمة متخلفة لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا. فعكفوا على معبود لم تفكر به خليقة من قبل، على صفة مبتكرة لا تعرفها البشرية. وقد جاء في الصحيح أن العرب إذا كانوا في سفر ولم يجدوا حجرا احتلبوا عنزا حتى إذا يبس موضع التراب عبدوه من دون الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا للبشرية، فاكا لقيدها، أطلق عقولها لتتأمل وتستنير، حبس عن كثير من أهل الأهواء أهواءهم، وحبس عن كثير من الضلال ضلالهم، فحفظ الأموال وأطلق القلوب والعقول أن تتعلق بغير الله عز وجل، وأمر بالتوجه إلى الله جل وعلا وحده، وأمر عليه الصلاة والسلام أن تبقى أركان الإنسان وأجساده حرة لا تتوجه إلا لله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جاء في تفسير هذا عن غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك هي مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان، لا تنحني ولا توضع إلا لله سبحانه وتعالى. ومن وضعها لغير الله فقد كفر وأشرك وخرج من ملة الإسلام. كان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام دينا ودنيا، وحتى من كان منضويا تحت لوائه بنفاق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل عليه. وكل من جاء في هذه الأمة ممن تبع أمة الإسلام سواء كان منافقا أو غير منافق، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فضل في دينه ودنياه. ولم تكن العرب تعرف دولة يهابها من حولها إلا بعد بزوغ شمس النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام وما فضله الله عز وجل له بجملة من الفضائل، وما وهبه الله بجملة من المواهب مما آتاه من كتابه وغرس فيه الله جل وعلا من الحكمة والبيان، وغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء من عنده فوضع فيه الإيمان والحكمة، ولم يكن هذا لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي أكمل الخلق هديا وأقومهم خلقا وأتمهم عليه الصلاة والسلام في ذلك على الإطلاق، ولا خلاف عند المسلمين في هذا. ولهذا لما سئلت عائشة عليها رضوان الله عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن يسخط لسخطه ويرضى لرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منته على هذه الأمة عظيمة، وذلك أنه ما استلذ بشيء من هذه الدنيا كما يستلذ ملوك الأرض وأسيادها من أمرائها وكذلك وجهائها وأرباب المال فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخضع لأمره عجم وعرب، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على حصير،
ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ولا جملا ولا بقرة ولا شاة، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع مالا كما جاء في حديث عبد الله بن أوفى في الصحيح. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالصلاح لإصلاح البشرية في نفسها وإقامة أمرها وبيان طريق الهداية التي يجب عليها أن تشكر للمحسن فضله إن كانت صاحبة دنيا وإن كانت صاحبة دين ودنيا، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل. أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة طلبا لهدايتها وإخراجها من رق جاهلية ماضية وما بدل من الشرائع السابقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لأمته وفضلا على غيرها من غير أتباعه ممن لم يكن منقادا في أمة الإجابة، سواء كان ممن بقي على ما بقي عليه من الانحراف من اليهود والنصارى، أو كان ذلك ممن قتل وبقي على ما هو عليه ألا يستزيد في أبواب الضلال من الكفار والمشركين وغيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هاديا فضله الله عز وجل، وكان فضله أيضا منسابا على أمته من بعده. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية لهذه الأمة لم تكن لها إلا بسبب خيرية نبيها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي خبأه الله جل وعلا له يوم القيامة جعله الله عز وجل لأمته أن يكون شافعا لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دلالته لمعالم فضله على غيره من الأنبياء، والبحث في ذلك عند العلماء لا يبحثون في مقام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبشر، وإنما ينصون في ذلك على مقامه بالنسبة للأنبياء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء أجمعين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال جاء من حديث أبي نضرة أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله خطبهم بالبصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، بيد لواء الحمد ولا فخر، آدم ومن تحته تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه كان خاصا بأمته، فالحماية والأمن لأمة الإسلام، ألا يستبيح عدو بتسليط من الله فيستبيح بيضتها، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمة لم تحفظ بثرواتها، ولم تحفظ الأمة فيستبيحها عدو من أعدائها إلا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك المنافقون، ولو أدرك الطغاة والظلمة الذين تولوا بلدان المسلمين، أو أدرك الفساق والفجار فضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحماية بيضتهم، ألا يسلط الله عليهم بوجود الإيمان والكتاب الذي جعله الله عز وجل بين أظهرهم. قد جاء في حديث ثوبان كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وعجل الله له دعوته في الدنيا، وإني خبأت دعوتي عند الله عز وجل في الآخرة، وإني سألت ربي سبحانه وتعالى مسائل فأعطاني، سألته ألا يسلط على هذه الأمة عدوا لها فيستبيح بيضتها، وألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة. فقال الله عز وجل: يا محمد، إني إن قضيت قضاء لا يرد، ولك ألا أسلط على أمتك أحدا من عدوها فيستبيح بيضتها.
وأن لا يسلط الله عز وجل عليها أحدا من غيرها إلا ما يكون فيما بينها ولو اجتمع أعداؤها من أقطارها، يعني على هذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل حماية الأمة في زمنه وحماية الأمة في من جاء فيما يأتي بعده، فلو تكالبت الأمة الأمم على اختلاف أديانها ومذاهبها وعقائدها وأهوائها أن تستبيح هذه الأمة، وإن كانت أوساعا لم تستطع، لأن الله عز وجل قضى قضاء لا يرد أن الأمة لا يستبيحها عدو من خارجها فتهلك هذه الأمة بذلك العدو، ولكن الله عز وجل جعل عقاب هذه الأمة أن سلط بعضها على بعض، وتسليط أمة بعضها على بعض أهون من تسليط عدو خارجي عليها، وذلك أن العدو إذا تسلط على الأمة فاستباح بيضتها، يعني أزالها عن بكرة أبيها، يعني في ذلك زوال الإسلام، وهذا ينافي ما أعطاه الله عز وجل نبيه من حفظه لكتابه وإبقائه لهذا الدين. لهذا يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدستور الأمة القرآن، وحامله رسول الله، والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء باقون إلى ما بقي الإسلام إلى قيام الساعة، فالأمة ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من زعم أن فضل نبينا عليه الصلاة والسلام على أمة الإسلام تدينا وتعبدا فهذا من جهله، ففضل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة حتى فيما يتعلق في ممتلكاتها وأموالها وثرواتها وكذلك أعراضها، فالله عز وجل قد يسلط على طرف من أطرافها لكنه لا يسلط على بيضتها من يستبيح حماها فتزول عن بكرة أبيها. وهذا ليس لأمة إلا لأمة الإسلام. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فضله على الأنبياء بست، وجاء في بعض الروايات بأربع، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وجاء في المسند وغيره بأربع قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم الله بي النبي النبيين وأرسلت إلى الناس كافة. إن الله سبحانه وتعالى قد حمى هذه الأمة بتلك الفضائل والخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى الله عز وجل ذكره وأبقاه باقيا في مشارق الأرض ومغاربها، فرفع الله له ذكره، ورفع ذكره عليه الصلاة والسلام ألا يذكر الله إلا وهو معه، كما روى ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال ورفعنا لك ذكرك قال ما ذكرت إلا ذكرت معي. وهذه خصيصة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خصائص هذه الأمة من أراد أن ينظر إليها أمانها في أمر الدنيا وأمانها أيضا في أمر الآخرة وحسن عاقبتها لا يكون إلا بسبب هذا الرسول النبي الأمين الذي بعثه الله عز وجل من أنفسنا، عزيز علينا، حريص أيضا على المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الخصال التي ذكرها الله عز وجل عن نبيه في أوائل سورة المؤمنون، كما جاء في البيهقي من حديث يزيد عن عائشة عليها رضوان الله حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وهديه قالت اقرأ سورة المؤمنين، فقرأ سورة المؤمنين حتى بلغ الآية العاشرة فقالت هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها قالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. إن الخصائص التي كانت لهذه الأمة من فضائل وبيان منزلة وحسن عاقبة في أمر الدنيا وفي الآخرة إنما كان ذلك لفضل نبيها عليه الصلاة والسلام. لا أعلم أحدا من علماء الإسلام من شكك أن النبي ليس بسيد ولد آدم وأنه ليس بأفضل الأنبياء، ويتفقون على ذلك ولا خلاف عندهم في ذلك، إلا في بعض المسائل مما يرغب أو يفضل بعض أهل العلم في ذلك ألا يبين فضل نبي على نبي إذا كان في ذلك شيء من الخصومات والشقاق.
وقال غير واحد من العلماء إن سبب ذلك وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقترن باللحمة بين المسلمين وبين بعض المعاهدين، كذلك تواضعا لمقام الأنبياء من آبائه عليه الصلاة والسلام كإبراهيم ومن جاء بعده وكذلك من سبقه عليهم الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بجملة من الفضائل، من ذلك ما جعله الله عز وجل لهذه الأمة من فتوحات ممتدة، وهذا لا يكون لأمة من الأمم ولا لفكر عقلاني ولا أي شرعة سابقة، لأن الشرائع السابقة جعلها الله لأمة من الأمم خاصة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني إلى الناس كافة، ولهذا يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، جعله الله رسولا للناس كافة. وأما من سبقه من الأنبياء كانوا على قومهم، فلما كان النبي للناس كافة كانت الفتوحات وكذلك تهيئة الأسباب القدرية من الأمور التي تتوافق مع الحكم الشرعية في هذا، لهذا كانت الفتوحات ممتدة على أيدي أصحابه، ففتحوا العراق والشام وفارس وكذلك أيضا مصر وبلاد أفريقية وشيئا من أطراف شرق آسيا، وذلك في القرن الأول. وهذا لا يمكن أن يكون انتشارا لا لرأي ولا لعقيدة مهما كان انبثاقها من جهة النظريات العقلية أو الفلسفات أو كذلك أيضا العقائد التي تنتسب ولو كانت إلى شيء من شرائع السماء السابقة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي مشارق الأرض، إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ديني سيبلغ ما زوي لي منها، وإن الله أعطاني الكنزين. فأعطى الله عز وجل نبيه الكنوز التي كانت بأيدي المسلمين بسبب ذلك الدين وذلك الإيمان، فكل خير وجد في هذه الأمة بسبب وكان تحت لواء إيمانها، فذلك بما آتاه الله عز وجل من خير وما نشره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة من رحمة وبيان حسن العاقبة. وكذلك من فضائل هذه الأمة التي كانت بسبب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمة أجرها مضاعف يختلف عن غيرها، فعمل الأمة من جهة الثواب عند الله في العبادة التي تتشابه مع غيرهم من الأنبياء أعظم ممن كان سابقا لهم من اليهود والنصارى. قد جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلكم ومثل الذين قبلكم، يعني اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى صلاة الظهر على قراض، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراض، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قراطين فعملتم أنتم، فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال ذلك فضلي أؤتيه من أشاء. إن الله سبحانه وتعالى ما بخس الأمم حقها، ولكنه زاد الأمة أمة الإسلام فضلا، لهذا كانت هذه الأمة ببركة هذا النبي أكثر الأمم دخولا الجنة وأقلها دخولا النار. ولهذا أمر الله عز وجل بتعظيمه عليه الصلاة والسلام واتباعه، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن ادعاء محبة الله عز وجل الحقيقية إن ادعاها سواء كان الرجل كتابيا أو كان مسلما لا يمكن أن تتحقق إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأثر في ذلك من تكفير الذنوب وعظم الحسنات في تقييدها بسبب هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. قد روى الطبراني وغيره من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صفا، أمتي منهم 80، وإنكم توافون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها يوم القيامة. وكذلك فيما يتعلق
بدخولهم النار فإنهم أقل الأمم دخولا للنار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أنتم في أهل النار إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وهذا ببركة تلك الشريعة وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحكام هذا الدين ووضوحه. إن الإنسان يصيب بحيرة إذا كان يتبنى فكرا أو عقيدة ليست على بينة وعلى برهان أو تردد في الحق، فإن أعظم اضطراب أن يضطرب الإنسان في شيء من عبادته، فضلا أن يضطرب الإنسان في توحيد يصرفه لله سبحانه وتعالى في معرفة معبوده. إن الله عز وجل جل بنبيه عليه الصلاة والسلام الحق وأزال الشبهات مهما دقت أو جلت، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. لهذا كان المتبع في هذه الأمة قلما يرتد عن دين الله. وأما المسلمون الذين دخلوا دين الإسلام بعد انحراف وضلال كانوا عليه، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من غيرهم، كانوا في ذلك أفواجا يتتابعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الحساد في دينه وفي دنياه. أما من نظر إليه من دار أهل الدنيا فنظر إلى جاهه وتقديره. وقد جاء في الصحيح من حديث عروة بن مسعود أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه قومه قبل أن يسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا عبرة لعظم حال النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحابه ولعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في منظار خصومه. يقول عروة بن مسعود: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تنخم بنخامة وقعت في أيدي أحدهم يدلك بها وجهه وجلده، وإذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضوا أبصارهم حياء من النظر إليه. ثم رجع إلى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت كسرى ورأيت قيصر ورأيت النجاشي، والله ما رأيت قوما يعظمون سيدهم كما رأيت هؤلاء ما يفعلون بمحمد. والله إنه إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تنخم بنخامة وقعت في أيدي أحدهم فدلكها في وجهه وجلده، وإنه إذا تكلم أطرقوا برؤوسهم من النظر إليه. وهذا أرشده وقومه إلى الاتباع، إلى اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة القلوب التي يجعلها الله عز وجل للرجل لا تكون بالكبر ولا تكون بالمال ولا تكون بالجاه ولا بالرئاسة، وإنما هي محبة يضعها الله عز وجل في قلوب عباده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أصحاب الأملاك ولا من أصحاب الأموال ولا من أصحاب الجاه لذاته عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا من أصحاب السمعة عند خصومه، فكانوا يقعون فيه بالكذب والبهتان، ومع ذلك جعل الله عز وجل له من المنزلة العظيمة. أراد خصومه تشويها له في سمعته فذكروه بسوء، فجعل الله ذلك السوء نصرا للرعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر كامل. وهذه المسيرة التي جعلها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدارا للرعب الذي جعله الله في قلوب خصومه هو ما فعله أولئك الخصوم، وما جعله الله عز وجل أيضا في قلوب أعدائه وقلوب المنافقين، والمنافقون هم أيدي لمن كان وراءهم
في مخالفة فيما يذكرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي وبهتان، وأرادوا أن يظهروا أيضا حال رسول الله من التشدد والغلو والترهيب وكذلك البغي والظلم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كف عن بعض الشيء لما يبلوه من ذلك الأمر، كما جاء في الصحيح قال: أتريد أن يقول أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه في ذاته ما انتقم لنفسه وما ضرب صبيا ولا رجلا ولا امرأة ولا خادما قط إلا أن ينتقم لحدود الله سبحانه وتعالى، كان غاية في التلطف مع أصحاب الحاجات يقضي حاجاتهم. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: إن الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به في المدينة حيث شاءت. وقد جاء في بعض الطرق خارج الصحيح أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفك يده من يدها حتى تكون هي تفك يدها من يده عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا صبيا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من الدنيا فلم يشارك الناس في أموالهم، لم يشارك الناس في أموالهم ولا في ثرواتهم ولا في جاههم، وما شاركهم عليه الصلاة والسلام أيضا في أنسابهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العرب على اختلاف أطيافهم عليه الصلاة والسلام، وما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جاه أحد فاعتبره في دين الله، وما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسب أحد فاعتبره في دين الله. ساومه كفار قريش على ذلك الدين، فقال: لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت ما أنا علي. عرضت عليه الدنيا فتركها كلها لينير البشرية، عرضوا عليه الجاه وعرضوا عليه خير النسب، وقد جاء أنهم عرضوا عليه بواسطة عمه أبي طالب، أنهم قالوا له: إن شاء أعطيناه من مالنا ما يسد حاجته وزوجناه من نسائنا ما يشاء على أن يدع ما هو عليه وأن يبقى على ديننا. فقال مقولته: والله لو جعلوا الشمس على بيميني والقمر في شمالي ما تركت ما أنا عليه. حتى أرادوه من ذلك أن يتنزل شيئا فيعبد الأصنام 6 أشهر ويعبد ربه 6 أشهر كشيء من التوسط فيما يزعمون في ذلك، فأنزل الله عز وجل عليه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إشارة إلى المفارقة والمفاصلة، إما نور بين وإما ظلام بين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. جعل الله عز وجل الناس في البشرية أصل تقسيمها أن يكونون على طائفتين، طائفة من أهل الإيمان وطائفة من أهل الكفر، وما عدا ذلك فإنها تقسيمات يجري فيها الناس، بعضها شرعي وبعضها ليس بشرعي. جعل الله عز وجل منزلته خير المنازل، وجعل الله عز وجل أمته تبعا لتلك المنزلة خير المنازل، فما كانت الأمة لتنال تلك الخيرية كما في الحديث: أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم. وفي قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذا النبي الذي قادها. فكانت هذه الخيرية تتبع حتى الفاسق الموحد الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزازا بدينه واعتزا وتكميلا أيضا لما بقي من دنيا. ولو كانت الأمة أمة العرب خاصة على ما هي عليه ولم يكن ثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت على ما هي عليه، فاستبيحت هذه الأمة لا فيما يتعلق في أمر دنياها، وأما في أمر دينها فإنها منشغلة بخلق معبود من دون الله تنحته وتصنعه بيدها ثم تخضع له من دون الله. تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذية والبلاء والفتنة عليه الصلاة والسلام في ماله ونفسه ما تحمل وأطاقه، وصبره الله عز وجل على ذلك. طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وذهب إلى الطائف، وطرد من الطائف وتحمل من ذلك بلاء. حصر النبي عليه الصلاة والسلام في شعب مكة 3 سنين كما رواه ابن إسحاق في كتابه السيرة، وأذي النبي عليه الصلاة والسلام وطلقت بناته حينما كانت تحت أبي لهب، وطلقت بناته عليه رضوان الله تعالى خوفا من معرة ذلك الرجل الذي يسمونه صابئا
ثم طرد النبي من خير البقاع وأحبها إليه، فخرج عليه الصلاة والسلام متألما من ذلك الأمر، ولم يبقى الأمر على هذا، فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وناضل حملا لهذا الدين وحفظا لكرامة أتباعه من أن ينالهم شيء. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وما شاركها إلا في دينها، وأما ما يتعلق في أمر دنياها فما أخذ من ذلك إلا كفافا. وقد جاءه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ووجده على حصير قد أثر فيه، فقال له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: يا رسول الله، لما لا نتخذ لك وطأة تتكئ عليها تقي جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي فقال لي: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: فكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ضرب وشج وعير وسب وصدر ماله كله بمكة، وما بقي له شيء من الدنيا، وحمل بكفيه دنيا الناس ودينهم حتى يقدمها إليهم. وهذا فيه إشارة إلى أن كرامة البشر وفطرتهم إذا أرادوا أن يدينوا للفطرة التي توجد في قلوبهم، ما من أحد انضوى تحت لواء الإسلام ولو كان غير مسلم إلا لهذا الرجل العظيم فضل عليه وكرامة، وذلك بما جعل الله عز وجل من ذلك من أمن وأمان وحماية لبيضة الإسلام ألا يستبيحها عدو. وكذلك ترك الدنيا ونزعها كما ينزع الإنسان الرداء وجعله لأمته من بعده. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ التاريخ أنه بعد بعثته باع سلعة، وإنما كان يشتري مستهلكا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لا يريد أن الدنيا تكمل دورتها بيعا وشراء، إن اشترى شيئا استهلكه وإلا أهداه لغيره. في هذا قطع لشق ما يدور في أذهان الناس من حب المرابحة والتكسب فيها. ولهذا من نظر في كتب المعاملات في كتب السنة وكذلك ما جاء من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام ولو كانت من الضعاف، لا يحفظ التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته باع سلعة اشتراها أو أهديت إليه، وإنما كان يشتري لحظ نفسه، وإما استهلك وإما بذلها حتى داره، كما جاء عن الحسن كما روى البخاري في الأدب المفرد قال: إني دخلت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام وإن سقفها ليمس رأسي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل موضعه كمواضع الملوك، وإنما كان موضعا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من الدنيا وما ناضل لرئاسة ولا لجاه، وإنما أراد أن يحفظ على الناس دينهم وأن يحفظ كذلك عليهم دنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجهد الناس في أمر الدنيا لحظ نفسه، وأحرص الناس على الدنيا فيما يتعلق في حق الناس. أتته بريرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما فقالت: يا رسول الله، إن أهلي كاتبوني على أن أعطيهم كذا وكذا وأن الولاء لهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي هذا أنه ينبغي للعالم أن ينتصر لدنيا الناس كما ينتصر كذلك لدينهم، حمية وحفظا، لأن الله عز وجل إنما جعله حاميا لحق الناس في الدنيا كما هو يحمي أيضا أمر دينهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الحياطة لدنيا الناس، كما هو عليه الصلاة والسلام من أهل الحياطة لدينهم عليه الصلاة والسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسده من حسده من أهل الدنيا لما جعله الله عز وجل له من سمعة وهيبة عند ملوك العرب، وقد أدركوا لما جعله الله من هيبة في القلوب أن ملكه سيصل إلى مواضع أقدامهم، أيقنوا ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن القوة الحقيقية التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي قوة الإيمان وعزائم القلوب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمراد بالضعف والقوة هنا هي قوة الإيمان، قوة الإيمان وقوة القلب والجنان، والضعف المراد بذلك هو ضعف القلب وضعف العزيمة. ولهذا ما انتصرت الأمة إلا بتمسكها بذلك اللواء وذلك المشعل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله من بعده من خلفاء الإسلام. فأدركوا أن الحضارة التي يتعلق بها الماديون اليوم ويظنون أن الهيبة لهم في الأمم وأن قدرة الحظوة وأن قيمتها أيضا هي بالنسبة للتفوق المادي، هذا من القصور. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح أنه لما فتح بيت المقدس وجاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في المدينة فأركبه وكانوا على دابة واحدة وكانوا يستطيعون أن يركبوا دابتين، فقال: لك مرة ولي مرة. فلما كانوا في بعض الطريق نزل عمر بن الخطاب، وكانت تلك الركبة هي لأبي عبيدة، نزل عمر بن الخطاب، قال أبو عبيدة قال: فلما مر بغدير نزل عمر بن الخطاب فأخذ نعليه بيمينه ثم أخذ يخوض الماء بقدميه، فقال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، كيف لو رآك الناس وأنت تفعل هذا؟ فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك فقال هذا يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن مقياس المعاقدة بين الله عز وجل وبين أمة الإسلام هو بالتمسك بهذا الدين، لأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، وهذه الصفقة هي بالتمسك بدين الله، وليس المراد بذلك هي عمارة الدنيا المجردة. ولهذا مهما بلغت حضارة الأمة في جانب الدنيا إذا فرطت في جانب الدين فهي مستعبدة، وعصرنا زمن شاهد. أمة الإسلام هي أقوى الأمم في جانب الاقتصاد، وهي من أذل الأمم في الأرض. إن مسألة الثروات ليست عبرة إذا تخلت الأمة عن دينها وفرطت في ذلك الجانب. ولهذا لما ظن أبو عبيدة عليه رضوان الله، وهذا الظن يقع حتى في بعض الصلحاء، أن ما يتعلق من أمر المادة هو المحك وهو المدار وهو قطب الرحى لقوة الأمة وضعفها، مع أن الإسلام لم يفرط في هذا الجانب، وإنما جعله دون مرتبة الإسلام. قال: كيف لو رآك الناس، يعني أنت الذي ملكت هذا. وكان عمر الخطاب بيده جزيرة العرب واليمن، وبيده العراق، وبيده الشام، وبيده مصر، وبيده فارس، يملك ما يسمى في زماننا بالشرق الأوسط وزيادة. قال: يخوض بقدميه ذلك الغدير. قال: كيف لو رآك الناس يا أمير المؤمنين وأنت تفعل هذا؟ أشار إلى أن القيادة الحقيقية هي قيادة الإيمان، وينبغي ألا نبتعد عن ذلك. ولهذا مع أن المؤرخون يقرون أن من بنى حضارة النظم في الإسلام هو عمر بن الخطاب الذي وضع الدواوين والدساتير وضبط جوانب القضاء هو عمر بن الخطاب، مما لم يكن حتى من كان بعده عليه رضوان الله تعالى من خلفاء الإسلام في القرن الأول هو يقول هذه العبارة، أي أننا ينبغي أن نجعل كل ما كان غير الإسلام إنما هو دون هذا. إن الأمة إذا أرادت القوة فلتتمسك بخيرية النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي أمة خائفة. إن من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وبركة عظمته على هذه الأمة ذلك الأمان الذي تستقر وتعيش به الأمم، يضعف تارة ويقوى أخرى. جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إن الأمان المراد بذلك هو الخلاف والشقاق والفرقة والنزاع
الذي كلما ابتعدت الأمة عن نبيها عليه الصلاة والسلام ضعفت في هذا الجانب. إن من أعظم الحساد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسدوه لما وهبه الله عز وجل من فضائل وخصائص، وعلى رأس أولئك اليهود، ومن اقتدى بهم. لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الناس المحسودون في هذه الآية هم النبي عليه الصلاة والسلام، سماه الله بالناس، والحاسدون هم اليهود، كما جاء ذلك عند غير واحد من المفسرين فيما رواه ابن جرير الطبري، وكذلك ابن أبي حاتم من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال: الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسد اليهود، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله. قال غير واحد من المفسرين: في هذه الآية دليل على أن رسول الله هو أفضل من سائر الأنبياء، لهذا حسد النبي على ما أتاه الله من فضله من تلك الخصائص. وإن كانت النصوص السابقة فيها كفاية في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، إن حق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة متنوع. أول هذه الحقوق في حقوق هذه الأمة هو الاتباع، وهو دليل المحبة وعلامتها وأمارتها الظاهرة البينة. لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمد يحببكم الله. فجعل الله رابط المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع لله عز وجل، هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والانقياد لما جاء به. ومن مظاهر الاتباع الخضوع لقوله عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت عنده أو عند حديثه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا بمجرد رفع صوت، وقد نزلت هذه الآية كما ذكر غير واحد من المفسرين في بعض أجلة الصحابة كعمر وأبي بكر عليهم رضوان الله تعالى، حينما تناقشا في مسألة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأنزل الله عز وجل وفيها إشارة إلى تهديد بالجرأة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك لا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام إلا سرا. وقد جاء في المصنف وغيره أن أبا بكر عليه رضوان الله لما نزلت هذه الآية لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سرا، يخفض صوته، لأنه لا يريد أن يعلو صوته صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعقلون، أي لا يعرفون قدر ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته في الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق حتى مع خصومه وأعدائه، وحتى مع الجهلة الذين ربما اعتدوا عليه. ولهذا يقول أنس بن مالك العلي رضوان الله تعالى والله ما شممت طيبا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست يدا هي ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل من الأعراب ليأتي إلى رسول الله ويجذبه ويؤثر ذلك في عنقه عليه الصلاة والسلام، وما يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويقضي حاجته. وكانوا يشدون بجهل بمنزلة رسول الله ومقامه على رسول الله قولا، حتى إن منهم من يقول: أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ أعد. فيقول له: أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيقول: صدق، ليس من مالي ولا من مال أبي أعطوه. وفي هذا عبرة لكل حاكم وسلطان ولي شيئا من أموال المسلمين، أن أموال المسلمين ليست ملكا لأحد، لا لآبائهم
ولا لذواتهم، وإنما هي ملك للمسلمين، يعطي الله عز وجل ويهب عباده ما يشاء. وكذلك أن عامة الناس ربما يشدون على عالم أو مصلح أو سلطان في بعض حقوقهم، فيجب عليه أن ينصفهم فيما يعطيهم من أمر حقهم. وأنهم إن غضبوا حتى لأمر دنياهم ما يجدون من لأواء الدنيا، عليه أن يصبر عليهم وأن يقضي حاجتهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الجاهل وبين المعاند. الجاهل الذي يظهر منه، ولو ظهر منه شيء من الجهالات الظاهرة في دين الله، كان أرأف الناس به عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال في طائفة المسجد، فزجره الصحابة وأكثروا عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. ثم لما قضى مسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، ولم تبنى لهذا. فقال ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. غاية اللطف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له: لقد تحجرت واسعا. ولو جاء رجل جاهل، وهذا ما يتعلق في أمر البول في أعظم وأطهر بقعة وهي المساجد، وأعظم وأشرف المواضع بعد المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان معه في ذلك الخطاب، وذلك لأنه إنما جاء طالبا للحق. لهذا ينبغي للمعظم أن يلين مع الناس مهما كانت عظمته، أن يلين مع الناس إن طلبوا حقا، إن كانوا يجهلون المقام أو يجهلون بركة المواضع. فالأعراب جاءوا ولا يفرقون بين الدواوين العامة وبين البراري والفجاج والطرقات وبين الأماكن المعظمة، فلا يعلمون شيئا يسمى مساجد. لهذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له ذلك الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا حتى من قرابته عليه الصلاة والسلام. أقام العدل في الأمة حتى في الأقربين. حينما وضع الربا، أول ربا وضعه ربا عمه العباس، وحينما وضع دماء الجاهلية، أول دماء وضعه دم الأقربين، وهو دم ابن ربيعة بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرهب الناس في إقامة الحدود والحقوق وأنهم على السواء، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إشارة إلى أن حكم الله عز وجل يمضي على القريب والبعيد، وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حوله من الأقربين من عمه وابن عمه وبنته موضعا لترهيب الأبعدين، أني إن أقمت ذلك على الأقربين فإن الأبعدين أقرب للاتباع والامتثال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وأمر الله فيما يتعلق بحدوده مما كتبه الله على الناس عند المخالفة، وكذلك أمر الله عز وجل فيما يتعلق في أمر الآخرة. ولهذا نقول إن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره. إذا كانت شعائر الحج جعل الله عز وجل تعظيمها من تقوى القلوب، فكيف بمن جاء بتلك الشعائر وتلك الشريعة كلها توحيدا وفروعا للعبادات؟ فإن ذلك من أعظم تقوى القلوب. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل هدد وتوعد من رفع صوته على مقام النبوة بمجرد رفع الصوت: ولو كان بالخير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيذان بأن ذلك علامة على الوقوع في عظيم الذنب، وربما يصل ذلك إلى مرتبة الكفر. وينبغي أن يعلم أن من تنقص
من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عالما أو ليس بعالم أن ذلك من علامات إحباط العمل، بل ربما يصل إلى الكفر من حيث لا يشعر. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأنتم لا تشعرون، يعني لا تدركون مغبة ذلك. ولهذا نقول إن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمزا يسيرا وتنقصه بأي نوع من أنواع التنقص فإن ذلك كفر باتفاق علماء المسلمين. إن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حرمة البشر، وأعظم من حرمة الكائنات الجمادات ولو كانت معظمة. وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريفه أعظم من تشريف البيت الحرام والكعبة. فمن مس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بشيء يسير، بلمز أو همز، أو تعدى على عرضه عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع التعدي، فقد استوجب القتل مع القطع بكفره باتفاق علماء المسلمين، كما يأتي بيانه بإذن الله. وإن من أعظم ما يجب على المؤمن أن الله عز وجل إذا قضى أمرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الأمة أن تتبع نبيها، وأن لا يكون لها رأي في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى الله عز وجل أهل الإيمان أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول مجاهد بن جبر عليه رضوان الله: ألا تفتئتوا في حكم حتى يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قد جاء من حديث العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب عليه رضوان الله وهو يصلي فلم يأتي إليه، فقال له: لما لم تأتي؟ فقال: يا رسول الله كنت أصلي. فأنزل الله عز وجل الآية السابقة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم للحق، وقيل للقرآن، وقيل للإسلام، فإن الله عز وجل جاء بالحياة الحقيقية التي تنعم بها البشرية، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى ودينه على سبيل العموم. ودستور هذه الأمة هو كتاب الله عز وجل، وظاهر في قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وفضل الله عز وجل الإسلام، ورحمته القرآن، فكانت تلك رحمة من الله عز وجل وحياة لهذه الأمة. لهذا إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفع الصوت عند حديثه ولو بعد موته من علامات الإيمان، وهي من تقوى القلوب، أي علامة على وجود التقوى. ومن تنقص قول النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به مع علمه بأنه من أقواله عليه الصلاة والسلام فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ولهذا قد حكم الله عز وجل بكفر من نطق بالكفر، والكفر هو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. كلمة الكفر هنا هي الاستهزاء برسول الله. روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن قول الله عز وجل كلمة الكفر قال: نزلت هذه الآية في رجل قال: إن كان ما جاء من المسلمين، يعني ممن ينضوي تحت لوائهم في ظاهر الأمر، قال: إن كان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، إننا لأضل من الحمر. فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أأنت قلت كذا وكذا؟ فحلف بالله أنه ما قال كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل عليه تلك الآية: يحلفون بالله ما قالوا. وفي هذا إشارة إلى أن من وقع من المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من وقع في شيء من الاستهزاء أنهم أسرع الناس رجوعا ونكوصا، لأنهم إنما يطلبون دنيا ويريدون شهوة، والحفاظ على الشهوة أنهم إن ظهرت عقوبة أو ظهرت قوة رجعوا إلى ما أضاروه من قبل، وإنما يسرون ذلك في أحوالهم. وأما من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اللمز والهمز والاستهزاء على أي مرتبة من مراتب الاستهزاء، فيتفق العلماء أن ذلك كفر، وأن فاعله يقتل
يقتل، بل إنه أشد من ذلك، أن من وقع في امرأة نبي، أن من وقع في عرض امرأة نبي فقد كفر بالله، ولو كانت امرأته كافرة، كما في امرأة نوح ولوط. وذلك أن من طعن في امرأة نبي ولو كانت كافرة فإنه يلزم في عرضها، فإنه يلزم في ذلك أن إقرار النبي لخروج امرأته عن حصانتها، عن حصانة فرجها، أن ذلك نوع من الديافة. فإن الله عز وجل يقدر لبعض أنبيائه كما تقدم لبعض أزواج أنبيائه الكفر، ولكنه لا يقدر لهم الفاحشة. ولهذا من طعن في عرض امرأة نبي من الأنبياء فإنه كافر، ولو كانت كافرة بذاتها فكيف الوقوع في عرض امرأة نبي، وهذه المرأة تكون من أمهات المؤمنين. أجمع العلماء عليهم رحمة الله، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، أن من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض به لمزا واستهزاء أو تنقص بأي عبارة أو إشارة بيده تفيد التنقص أن ذلك كفر خارج من الملة. حكى الإجماع على ذلك جماعة كإسحاق بن راهوي وابن عبد البر وابن المنذر، وقبلهم كذلك أيضا الشافعي عليه رحمة الله، وحكاه كذلك النووي وغيرهم من أئمة الإسلام. وأجمع العلماء على أن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فإن حده القتل، وإنما اختلفوا في باب الاستتابة، هل يستتاب أم يقتل من غير استتابة. ذهب عامة العلماء وهو قول عامة السلف إلى أنه لا يستتاب وأنه يقتل، ذهب إلى هذا جماعة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وقول الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأئمة الإسلام، وهو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أيضا ظاهر الأدلة المرفوعة كما يأتي بيانه بإذن الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتاب، وأن توبته ورجوعه إنما تسقط عنه القتل ولا تسقط عنه العقوبة، فالعقوبة دون القتل إن تاب تأتي، وذلك لإبقاء حرمة مقام النبوة. وقد مال إلى الاستتابة في ذلك بعض الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة، وذهب إليه بعض الفقهاء من أصحابه. ورواية أخرى عن أبي حنيفة كقول جماهير العلماء إلى أنه يقتل بلا استتابة. وأما من ظهر منه الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يملك حق إقامة قتله، فنقول إن هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى من ظهر استهزاؤه ظاهرا بينا، فالأمر الذي يتفق عليه العلماء أن ذلك واجب على ولي الأمر أن يقيم الحد عليه قتلا، وهذا كما تقدم الإشارة إليه هو قول عامة السلف، وهو قول جماهير الفقهاء، وأنه حتى وإن تاب فإن ذلك لا يسقط العقوبة التي هي دون القتل، وذلك لحرمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثانية، إذا بادر أحد من المسلمين بقتل أحد استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه وخالف ولي الأمر، فنقول إنه جمع أمرين. الأمر الأول أنه قام بقتل أحد يستحق القتل، وأما بالنسبة لمخالفته لولي الأمر فإن في ذلك ذنب لمخالفته وافتئاته على ولي الأمر، إلا أنه لا يجوز لولي الأمر أن يريق دمه، لأنه أراق دم من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في كتابه السنن، وهذا دليل على هذه المسألة، ما جاء من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا أعمى عنده أم ولد وعنده منها ولدين، فكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فلما كان في ليلة من الليالي وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمته، فكان يزجرها وينهاها ولا تزدجر، فوضع المعول
وجاء في لفظ المغول على صدرها فتحامل عليها وهو رجل أعمى فقتلها. فتحدث الناس فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر في ذلك طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، إنها تقع فيك وأزجرها وأنهاها فلا تنتهي فلا ولا تزدجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. وكذلك أيضا إذا ثبت لولي الأمر، إذا ثبت لولي الأمر أن أحدا من المسلمين، أن أحدا من المنتسبين للإسلام قد وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم باستهزاء، فيجب عليه المبادرة بعقوبته ولا خلاف عند المسلمين، ولا خلاف عند المسلمين في ذلك، المبادرة بالعقوبة. وهذه العقوبة أعلاها كما تقدم وقال جماهير العلماء، وهو الراجح في هذه المسألة، القتل، وأن التوبة في ذلك لا تقبل منه. كذلك أيضا يجب على ولي أمر المسلمين إذا وجد أحدا استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينه وبين زوجته، لأن وقوعه عليها وقوع سفاح، فهو وقوع مرتد على امرأة من أهل الإسلام، وهذا هو الأصل، فيجب عليه أن يفرق بينهما حتى يتضح في ذلك إسلامه. وهذا من الشعائر الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. وإنما يختلف العلماء في المرأة التي يرتد زوجها ثم يفرق بينهما ثم يرجع ويتوب قبل انتهاء قضاء العدة، هل ترجع إليه من غير عقد أو لا بد من عقد جديد وتكون قد بانت منه بينونة كبرى بذلك؟ وهذا موضع خلاف عند العلماء. من العلماء من يقول إن امرأته تبين منه بينونة كبرى وترجع إليه، وترجع من العلماء من قال أنها ترجع إليه بعقد جديد، ومنهم من قال إنها ترجع إليه بلا عقد إذا كان ذلك في عدتها. والمترجح في ذلك أنها تبين منه وإن تاب ترجع إليه بعقد جديد. وذلك أن الكفر يلغي العقود التي السابقة في ذلك، ومنها من أظهرها ما يتعلق بالعقد بين الرجل والمرأة أو وليها في استباحة فرجها، فإن الله عز وجل نهى عن نكاح المشركات في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا. والمراد بذلك أن الإنسان لو نكح مشركة من غير أهل الكتاب فنكاحه باطل. كذلك أيضا المشرك: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي أنه لا يجوز للرجل أن ينكح امرأته أحدا من غير أهل الإسلام، سواء كان كتابيا أو كان من المشركين، من كان من الوثنيين أو كان ذلك من الملحدين. ونحن في هذا الزمن الذي ظهر فيه انفتاح في وسائل الإعلام، وظهر أيضا فيه جرأة كثير ممن يحد الله عز وجل ورسوله، وظهر أيضا تصريح كثير من المنافقين بما تكنه صدورهم مما يخفونه حقدا على دين الإسلام، وكذلك حقدا على رسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يظهرونها إذا كانوا في مأمن ويخفونها إذا كانوا في خوف. ولهذا يقول حذيفة ابن اليمان كما جاء في الصحيح قال: إن المنافقين في زماننا شر منهم من المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرون يعني الكفر، والمنافقون في زماننا يعلنون يعني يجاهرون بشيء من نفاقهم. ولهذا نقول إن ظهور المنافقين وجلاء أقوالهم في أوساط أمة الإسلام، وكذلك تصريحهم بما يقولونه من عداء لهذا الإسلام أو تنقص لشعائر الدين أو تنقص لحامل لواء الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، إن ذلك علامة على ضعف أهل العلم وضعف
كذلك السلطان، فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما جاء في الخبر المروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان جاء عنهم من طرق متعددة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا ظهر في أمة الإسلام وفي مجتمعاتهم من يتجرى على مقام النبوة فإن ذلك أمانة على أن علامة على أنه أمن من العقوبة، فإذا أمن من العقوبة تجرأ على كثير من حدود الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا البلد بلد التوحيد وبلد السنة، والأمة في ذلك أمة واحدة. ومن عجب أن يظهر في هذه الأمة من الكتاب ويظهر في هذه الأمة من المنافقين من يتكلم صراحة بكلام لا يستطيع أن يتكلم به ما يستطيع أن يتكلم به الكفار ممن ينضوي تحت لواء الإسلام هيبة له. ولهذا كان المعاهدين لا يكون لهم عهد إلا بحفظ مقام النبوة ومقام الإسلام من الوقيعة فيها من استهزاء وغيره. ولهذا روى الخلال وغيره من حديث حفص عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إليه فذكر رجلا من اليهود وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمر لو سمعته لقتلته، فإنا لم نعطهم العهد والأمان على هذا. ولهذا نقول إنه لا عهد لأمة من أمة الإسلام ولا لأحد من المسلمين على إطلاق لسانه في مقام النبوة عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الوقيعة في شريعة الله عز وجل مما أحكمه الله عز وجل من دينه، أو استهزأ بتعاليم الإسلام وسننه وهديه الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة، فإنه لا عصمة لأحد على هذا النحو. ولهذا نقول إن حفظ دين الله عز وجل من أعظم المهمات ومن أعظم ما يحفظ الله عز وجل به هذه الأمة، لنعلم إذا وجد في أوساطنا من يحارب رسول الله فأين تأتي الأمة التمكين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فأي ولي أعظم من ولاية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وأي حرب يحارب الله من وقع في مقام رسول الله، فأي نصرة أيضا لمن حماه ووقاه وانتصر له ودافع عنه. ولهذا نقول إن من أعظم الهزيمة لأمة ينضوي تحتها من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها أن تنتصر وأن لها أن تتمكن، والله عز وجل قد بارز رجلا فيها. لهذا نقول إن أمة الإسلام وولاة أمور المسلمين والعلماء إذا رأوا من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقع في عرضه أو تنقص منه أو لمزه بأي نوع من أنواع اللمز في نسبه أو في هيئته أو في قوله أو في مطعمه ومشربه عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب أن يدخل ذلك كله في دائرة الاستهزاء، وحكمه واحد وهو الكفر والقتل على قول عامة العلماء، بل حكى بعض العلماء من المتقدمين الإجماع على قتل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستتاب. إن الله عز وجل جعل مقام النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد، وإنما هو حق مشاع لهذه الأمة، لا يملك أحد من هذه الأمة إسقاط الحق. ولهذا نقول إن من كفر بالله عز وجل ليس لأحد أن يسقط حق الله عز وجل في ذلك، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكه أحد من ذريته عليه الصلاة والسلام ممن رجع إلى آل البيت، ولا يملكه سلطان ولا يملكه عالم ولا يملكه أحد من المسلمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله حقه في زمنه لأمة الإسلام، وليس له عليه الصلاة والسلام أن يسقط حقه في الوقيعة فيه، فإن ذلك من بعده من باب أولى. ولهذا من أعظم مهام الولاية ومن أعظم أسباب البقاء وكذلك من أعظم ما ينكر هو حفظ
مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار ما يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوات أو من معاني أو غير ذلك. لهذا صيانتها وحمايتها وبيان فضله عليه الصلاة والسلام ومقامه عند من يجهل منزلته من عامة الناس أو كذلك أيضا من المنافقين وإظهار ذلك في وسائل الإعلام من الأمور المهمة. ومما أيضا يغيظ قلوب المؤمنين الصادقين أن يوجد في أوساط المسلمين من يفسح له المجال لمزا في الشريعة واستهزاء في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان الصحابة إذا تنخم بنخامة وقعت في أيديهم فدلكوا أجسادهم ووجوههم يقول لن أقبل يديك وأقف أمامك كالند ولن أصلي عليك. ثم يبقى هذا الرجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك مجاهرا في ذلك أمام الناس أجمعين. وقد علمت أنه قد استرسل في فعله في قوله ذلك منذ أسابيع وأيام ولم يردعه حتى بغى وطغى وتجاوز وبلغ الحد في ذلك. لهذا نقول إن الأمة إذا كانت تحمي ثرواتها وكانت تحمي ذواتها وتحمي دساتيرها وتحمي ولاة أمرها وتحمي أمنها وتحمي أعراض علمائها وتحمي دماءها وذواتها أعظم من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أمة دنيا وليست أمة دين. ونعلم أن سبب ذلة أمة الإسلام هو بسبب اختلال هذه الموازين. إن الله عز وجل ما أخرجنا من ذلك الذل الذي كانت الأمة فيه تتناحر وتتقاتل وهي أوزاع إلا بهذا الدين. فحينما تتمكن هذه الأمة وتكون شيئا مذكورا في أوساط الأمم تريد أن تقلب ظهر المجن وأن تجعل حظوتها إنما هي للدنيا أو لقوميتها العربية أو لذواتها أو لثرواتها فلتعلم أن الله عز وجل ما مكن لها إلا بتوحيدها ودينها وأنها إن انقلبت عن ذلك أن الله عز وجل سيقلب أمرها ويجعل ما حرمه الله عز وجل عليها من فتن فيها أن ينزل بأسها بينها. وهذا ما يشاهد في كثير من بقاع المسلمين من وجود الفتن والشقاق واختلاف الناس وتنكر القلوب وذلك أن الله عز وجل إنما جمع الأمة على الإسلام فأرادوها أن تجتمع على بلد أو تجتمع على عرق أو على جنسية أو على لغة أو غير ذلك. فليعلم أن أمة الإسلام إن اجتمعت على ولاء دون الإسلام مرتبة فليعلم أنها إنما تجتمع على فرقة والله عز وجل إنما جمع العرب حينما كانوا أشتاتا ما جمعهم على المال. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من ظن أن الأمة تجتمع على المال؟ الأمة تجتمع على المال لتسكن وتهدأ وتأكل فإن جاعت ثارت. والأمة إن لم تجتمع على عقيدة واحدة فإنها أمة ممزقة. أمة الإسلام جمعها الله على التوحيد. جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأهل المدينة حينما دخلوا في الإسلام أعظم لحمة كانت بين المهاجرين والأنصار. تقاسموا المال، تقاسموا البساتين، بل تقاسموا ما هو أعظم من ذلك. من كان عنده زوجتين وثلاث شاور صاحبه ليطلق واحدة حتى يشاركه في الأخرى. لماذا؟ لأن ما كان من مشاحة الدنيا وحظها ابتعد. بل حينما تكون وتقع في ذلك المجاعات التي حصلت في أمة الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ما وقعت ثورات وما وقعت فتنة وجلبة. والسبب في ذلك لأن اللحمة إنما كانت على توحيد الله عز وجل وعلى الإيمان. وأن الدنيا التي يؤتون إياها إنما هي أمر تبع في ذلك. من ظن أن الأمة تهدأ أن الأمة تجتمع على المال فإن هذا من المعاني الخاطئة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال لماذا؟ ينفق المال تأليفا للقلب حتى ينفرج القلب للحق فإذا انفرج وضع فيه الحق. ثم ولتعلم أنك إذا فتحت القلب بالمال ولم تؤته الحق فإذا ذهب المال انغلق عليك وبقي على ما هو عليه. ولهذا الذين يبذلون الثروات للناس ليعلموا أن تلك الثروات والله لا تؤلف قلوبا ولا توحد الناس تحت لواء. وأن هذا المال إذا ذهب ونظر الناس إلى أيديهم لم يجدوا مالا يأتلفون عليه ولم يجدوا دينا يأتلفون عليه.
التفتوا إلى ما حولهم إما لغة أو عرق أو جاه أو غير ذلك فتناحروا وتقاتلوا ولم يبقوا من ذلك شيئا. انظروا إلى البيئات التي ضعف فيها دين الإسلام حينما جاعوا وافتقروا، قتل بعضهم بعضا. ولهذا نقول إن الأمة إذا مكن الله عز وجل لها في الأرض في دين الله سبحانه وتعالى واختل هذا الميزان ولم تقم بأمر الله عز وجل كما أمرها الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله عز وجل يعطيها بمقدار تفريطها ويخل أمنها بمقدار نقصانها في عدل الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. لهذا أوصي نفسي وأوصي ولاة الأمر وأوصي العلماء وأوصي المؤمنين عامة أن يقوموا بأمر الله عز وجل، وأعظم أمر الله أن يحفظوا لمبلغ دين الله عز وجل، فإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته في هذه الأرض هي البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما كانت مهمته البلاغ، فجاء بهذا الهدي وبهذا الخير. فلهذا نحميه لهذا الجناب ونوقره لهذا المقام، ونعلم أن الخيرية التي نحن فيها واللحمة التي تجتمع عليها أمة الإسلام إن اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نتألم للمسلمين الذين يقتلون في الشام، ونتألم للمسلمين الذين يقتلون في أقاصي المغرب في تونس وفي ليبيا وغيرها، بل للمسلمين من العجم في أفغانستان وغيرها، نتألم في ذلك لوجود لحمة الإسلام، لا لحمة اللغة ولا لحمة المال ولا للحمة الأنساب والأعراق، وإنما هي للحمة الإسلام. لهذا نقول إن الله عز وجل إنما استخلفنا في الأرض لنوحده وأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فإذا اختل هذا الميزان اختل مقام التمكين. وأن الخيرية في الأمة وتميزها عن غيرها إنما هو بإتيانها بأمر الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية سببها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأطر أهل الباطل على الحق ونزجر المسيء وندعو صاحب الخير، كذلك أن نبين أن الله عز وجل آتانا هذه الرسالة وأن توافق أقوالنا أفعالنا، كذلك أيضا أن نأتي بما سخرنا الله عز وجل من وسائل إعلام من مرئية ومسموعة ومقروءة لدين الله سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أعيان المنافقين وكان يسكت عليهم عليه الصلاة والسلام لمصالح يراها، لأنهم لم يكونوا يجاهرون وإنما يعلمهم عليه الصلاة والسلام بلحن القول، ويعلمهم عليه الصلاة والسلام بوحي السماء. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم على أحد منهم حدا بعلمه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أيضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ منهم بطانة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهرهم على المنابر والمجالس في مواضع الخطب ولا في مجالس العامة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم ينضون تحت لواء عموم المسلمين. والمشاهد للأسف الشديد في بلدان المسلمين تسنم كثير من المنافقين الذين لو كانوا في زمن النبوة والله ما نقصوا قدرا عن منزلة عبد الله بن أبي، يطعنون في دين الله ويتهكمون في كثير من أصول الإسلام ويطعنون أيضا في حملة الإسلام مما يتعلق في مقام النبوة أو مقام حملة إرث النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء. ولنعلم أن هدي المنافقين منذ الزمن الأول أنهم لا يجرؤون على مواجهة الإسلام باسمه، وإنما يواجهون رموزه، لأن الحامل إذا ضعف وتشوه ضعف المحمول وهي الرسالة، لأن النبي إنما يحمل رسالة، فإذا ضعف وتشوه ذلك المحمول تشوهت رسالته، كحال الإنسان حينما يتكلم في تاجر من التجار ويقوم بالقدح فيه وتشويه سمعته، يقوم الناس بالتشكيك بتجارته أنه يغش الناس ولا يأتي بالجيد ونحو ذلك، وهذه من الأمور المعلومة. لهذا يطعنون في الرموز، ومن الرموز من الأنبياء وكذلك الأولياء وغيرهم، كما طعن غيرهم من الماطنيين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طعنوا في الإسلام بذاته، وما طعنوا في الكتاب في ذاته ولا في مقام النبوة، كل بحسبه، هذا يطعن في نبي وهذا يطعن في ولي وهذا يطعن في عالم وغير ذلك، لأنهم أرادوا الإسلام وما أرادوا أولئك الأعيان. ولهذا
نقول إن من مواضع الخطورة أن يظهر صوت المنافقين، أن يظهر صوت المنافقين في حين نجد سكوت كثير من ولاة الأمر ومن العلماء ومن عامة الناس عن بيان الحق، وكذلك ردع الظالم عن بغيه وعن ظلمه. وأن نعلم أيضا أن من اتخذ من نفسه دفاعا عن المنافقين، دفاعا عن المنافقين ولو كان بحسن قصد، أن هذا مما لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أيضا من علامات النفاق. بل إن بعض أهل الخيرة والمنزلة العلية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما دافع عمن قذف عائشة عليها رضوان الله تعالى، وذلك لأنه أحسن الظن به بذاته وأساء الأمر بقوله، فالتمس له لشيء من الحمية، فقال أسيد عليه رضوان الله تعالى قال إنك منافق تدافع عن المنافقين. ومن عجب أن يرى الإنسان بعض أهل الخير يلتمس الأعذار لمن يقع في دين الله سبحانه وتعالى، بينما لا يلتمس الأعذار لأهل العلم إن وقعوا في زلة أو خالفوا في مسألة اجتهادية بلغ مشارق الأرض ومغاربها من التشنيع والتشويه وغير ذلك. وأما من يقع في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمس له الأعذار ويرأف معه، لا شك أن هذا من أمارات النفاق وكذلك ضعف الإيمان الشديد إن لم يكن نفاقا أكبر. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يقوم بأمر الله في ذاته، وينبغي على العلماء وكذلك ولاة الأمر عموما أن ينصفوا الله عز وجل من أنفسهم بإقامة الحد على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وتهكم بدين الله، كذلك أن يضعوا حدا للمنافقين وكذلك المتجرعين بجهل أو بعلم من كتاب الصحافة على دين الله سبحانه وتعالى. بل أيضا ينبغي ألا يتولى كثيرا من الولايات، ومنها وزارة الإعلام والولايات التي تكون عليها أعراض المسلمين، أو ما يتعلق بالتعليم، ألا يقع ذلك إلا على الأمناء. ومن عجب أن الإنسان يلتقي ببعض المسؤولين الذين تسنموا بعض الولايات، يجدهم أنهم من أجهل الناس فيما يتعلق بالأعراض، وأجهل الناس بمسائل الشريعة وأحكامها. ولهذا نقول إن الله عز وجل كما أنه طلب القوة وهي المعرفة والخبرة في الأمر، طلب الأمانة، فإن الإنسان إذا كان قويا ولم يكن أمينا كان خائنا لله ولرسوله. ولهذا نجد أهل الخبرة من حملة الشهادات من الشهادات الأكاديمية، ونجد من أهل التخصصات والخبرة أيضا في العمل، ولكنهم ليسوا بأهل أمانة، إهدار للمال وكذلك إهدار وتضييع لحق الله عز وجل، وعدم إقامة شعائر الله عز وجل كما أراد، وهم أصحاب خبرة ولكن جعلوا هذه الخبرة فيما يهوون وما يريدون، وضيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا إن من أعظم مواضع القصور في الأمة أن يتولى مصالحها ومسؤولياتها من كان صاحب خبرة ولكنه ليس بصاحب أمانة. ينبغي لمن تولى ولاية ألا يتولاها وقد شهد له بأداء الصلاة، وشهد له بالتواضع مع الخلق، وشهد له أيضا بالتعفف عن أموال الناس. فإذا حمل هذين الأمرين من القوة والأمانة تولى تلك الولاية. وأما أن يوضع في سيرته وأن يوضع في خبرته شهاداته وخبرته التي أمضاها وأحواله، ويجنب جوانب الأمانة، هو الذي جر على الأمة الويلات التي نشاهدها، وما طرأ في مصر، وما طرأ في تونس، وما طرأ في ليبيا، وما يحدث الآن في مصر. هؤلاء هم أصحاب خبرة وأمضوا عقودا طويلة في مسؤوليات ونحو ذلك، ونظر إليها وما نظر إلى الأمانة، بددوا ثروات الأمة وأفسدوا على الأمة دينها. هم أصحاب خبرة ولكن خبرة فيما يريدون، وسخروها على الأهواء وضيعوا على هذه الأمة الحق، فما أقاموا لله عز وجل ولا لدينه سبحانه وتعالى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، ولا حفظوا له حقا، بل أعانوا أعداء الله عز وجل. وإن أيضا مما يؤلم أن ينتصر لصاحب الباطل ويغض الطرف عنه، وتؤخذ زلة
مصلح ويعاقب عليها، وهذا لا شك أنه علامة على هوان الأمة وضعفها وقصورها في إتيانها بأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمع على هذه الأمة أمرها، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يهدي الراعي والرعية إلى الخير، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يمكن لهذه الأمة في الأرض، وأن يقيض لها أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا وأن يجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكبت أعداء الملة والدين من المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين الحاكم والمحكوم على الحق، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يجمع بينهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الخبيث من الطيب. وقد اختلطت الحبائل واختلطت أيضا الموارد والتبست السبل على كثير من المسلمين، بل على كثير من طلاب العلم فضلا عن عامتهم. لهذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله عز وجل الهداية، وأن يسأله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة في قيام الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.